وسهلا بكم جميعا في مهرجان الجمعية الثقافية المندائية لون بمناسبة الذكرى 30 لتأسيسها. بالفرح نلتقي، ومن الثقافة نستلهم، وبالفن نصنع صورة الجمال. أحبتنا أعزائنا جميعا، نرجو أن نقف إجلالا للنشيدين الوطنيين، نشيدنا العراقي والسعودي. وقبل ما نبدي، رجاء الموبيلات صامت الحضور. كلمة الجمعية الثقافية المندائية في لون. الأخوات والأخوة ممثلي الجمعيات والروابط والاتحادات المندائية والمنظمات العراقية المحترمين، الأخوات والأخوة أعضاء وأصدقاء الجمعية المحترمون، ضيوفنا الأفاضل، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم، ويشرفنا حضوركم البهيج وأنتم تطرزون مساءات مدينة لون بالبهجة والفرح. مرحبا بكم وأنتم تشاركوننا احتفالنا بمرور 30 عاما على تأسيس جمعيتنا الرائدة عام 1994، ومسيرتها المفعمة بمختلف النشاطات والفعاليات والمشاركات الثرة بكل ما يرتقي بذائقة وثقافة جمهورنا العراقي والمندائي، ويلبي حاجاته الاجتماعية والثقافية والفنية بمختلف جوانبها. وكل ذلك ما كان ليتم وينجح لولا تفاعل جمهورنا وحضورهم ومشاركتهم الفاعلة، وتعاون منظماتنا وجمعياتنا المدنية في جنوب ومختلف مناطق السويد وفي بلدان عديدة، وتحت خيمة ورعاية اتحادنا العتيد، اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين، والذي تفتخر جمعيتنا كونها إحدى الجمعيات المؤسسة له. أحب
أحبتنا الأفاضل، يطول الحديث عن نشاطات وعمل وإنجازات جمعيتنا خلال تلك السنوات، ولا يتسع المجال هنا لتفصيل تلك الأعوام بحلوها ومراراتها، نجاحها وإخفاقاتها بمسراتها وأحزانها. واليوم ونحن نسترجع الذكريات، لا بد لنا أن نستذكر الرعيل الأول من مؤسسي الجمعية وسنواتها الأولى، شباباً ونساءً ورجالاً من أعضاء وأصدقاء، والذين واصلوا الليل بالنهار لإظهار تلك الفعاليات بأبهى صورة. ونذكر بالشكر والامتنان كل الخيرين الذين ساهموا في تلك النشاطات، فنانين ومثقفين، أدباء ورجال دين، مفكرين وإعلاميين وسياسيين. وتجبرنا الذكرى أن ننحني إكراماً وإجلالاً لأرواح من غادرونا وكان لهم الدور المؤثر في تلك المسيرة المعطاء، وما هذا إلا بعض من وفاء. ولا بد لنا اليوم أن نثمن عالياً وبكل عبارات الامتنان والشكر الأخوات والأخوة الذين تناخوا لتقديم الدعم المعنوي والمادي والمشاركة لإنجاح مهرجاننا هذا. حضورنا الكرام، إن جمعيتكم هذه ومنذ تأسيسها كان هدفها الأساسي العمل والمساهمة في الحفاظ على المجتمع المندائي ثقافياً واجتماعياً وتراثاً، وتيسير حياتهم وطقوسهم الدينية في مستقرهم الجديد بعيداً عن الوطن. وتؤمن الجمعية أن لغة الثقافة والفن والتسامح هي الطريق الأمثل للتعايش والتعاون وتوثيق العلاقات والمحبة بين البشر، ولا زلنا نسير على هذا النهج لإيماننا بفعاليته ونجاعته. وخير دليل على ذلك ما نراه اليوم من تضامن ومحبة ووفاء من شخصياتكم الكريمة ومنظماتكم الفاعلة على الساحة المندائية والعراقية. ونتيجة لكل ما سبق، حظيت جمعيتنا باحترام وتقدير الدوائر والمؤسسات السويدية ذات العلاقة بنشاطاتنا لصواب توجهاتنا ومسيرتها الإنسانية. أعزائنا ضيوفنا الأفاضل، فخرنا بكم كبير، واعتزازنا بحجم محبتكم. دمتم لنا أخوات وأخوة أوفياء، ولكم منا عهدا أن تظل جمعيتنا صوتا رافدينيا أصيلا يصدح بالمحبة والخير. مع الشكر الخاص لأهلنا المندائيين وأصدقائنا الذين يتجشمون عناء السفر دوما لمشاركتنا في جميع فعالياتنا، شكرا لكم مرة ثانية، وأمسية سعيدة، والحي مزكي عمل الخيرين، وشكرا لكم. Thank you.
الحضور الكرام، طال مساءكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم في مساء جميل كجمال قلوبكم. أما الآن فكلمة سكرتارية اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين يلقيها الأستاذ كمال ولد منصور، فليتفضل المشكور. أعزائي الحضور، أسعدكم مساء. الأخوات والأخوة، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الثقافية المندائية في لبنان المحترمة، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعدتم مساء. يسعدني أن أكون بينكم لأشارككم فرحتكم بالذكرى 30 لتأسيس جمعيتكم، والتي حظيت من الجميع بالاحترام والتقدير والإعجاب. لقد قدمت الجمعية وبجهود استثنائية أعمالاً وإنجازات مشهود لها بالتميز، ولكونها أول جمعية في جنوب السويد فقد كانت فعالة ونشطة على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية والفنية والترفيهية، فأصبحت ملتقاً للعوائل المندائية المغتربة، ولمت شملهم بتنظيمها المخيمات للكبار والصغار والشباب، وأنجزت العديد من المهرجانات الثقافية والفنية الكبيرة والعديدة، ونذكر منها الاحتفالية المتميزة بمناسبة الذكرى المئوية للعالم الدكتور عبد الجبار عبد الله، وأيضاً كانت ولا تزال من الأسس والركائز الداعمة لفعاليات ونشاطات اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين. من قلوب ملؤها الثناء والتقدير، نقول شكراً لكل من عمل بهمة عالية وقلب مخلص ووضع بصمة متميزة على عمله التطوعي في الجمعية المندائية الثقافية في لون من مختلف الهيئات الإدارية المتعاقبة. أطيب الأماني للجمعية بالتألق ومواصلة المسيرة الناجحة، ولكم أمسية سعيدة وجزيل الشكر.